متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية للأسبوع الأخير من شهر 11 أو والأسبوع الأول من كانون أول ديسمبر. بحمد الله، الأسبوع الماضي وحتى الأيام القليلة الماضية تأثرت المملكة بحالة مطرية سميت عبر لجنة التسميات بحالة سقيا، جعل الله سقيا مباركة لنا جميعا، والأمطار عمت مناطق مختلفة من المملكة، وكنا قد بشرناكم بهذه الحالة المطرية. هذا الأسبوع سيحمل المزيد من التقلبات الجوية، المزيد من الأمطار إلى مناطق عدة، وبالأخص مناطق لم تحظى بتلك الأمطار من هذه الحالة المطرية، وبالتالي يتوقع تجدد هذه الأحوال الجوية الممطرة في المملكة على مدار هذا الأسبوع. دعونا نتعرف على الأحوال الجوية يوما بيوم، نبدأها من يوم الأحد، والمتوقع أن تسود بها أجواء غير مستقرة على مرتفعات جنوب غرب المملكة، المناطق الوسطى إضافة إلى بعض المناطق الشرقية المملكة، مع انخفاض لافت على درجات الحرارة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة بمشيئة الله تعالى، وبعض الأجزاء الجنوبية والشرقية من المملكة. يوم الاثنين من المتوقع استمرار ذات النطاق من الأمطار من المناطق الجنوبية الغربية، أمطار رعدية تصل إلى المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، وبالإضافة إلى المناطق الشرقية من المملكة بمشيئة الله تعالى ربما تحظى بذلك النوع من الأمطار، إضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة. أما المناطق الشمالية والشمالية الغربية والأجزاء الشمالية الغربية من المملكة فالأجواء بها مستقرة بوجه عام. يوم الثلاثاء يتوقع تجدد الأحوال الجوية غير المستقرة بشكل تدريجي أثناء النهار، وخاصة مع ساعات المساء، تتركز هذه المرة في الأجزاء الشمالية الشمالية الشرقية المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض مساء يوم الثلاثاء، المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الشرقية من المملكة. كما تلاحظون هناك يعني تجدد الحالة المطرية يوم الثلاثاء، وهي تستدعي الانتباه والمتابعة بمشيئة الله تعالى. أما يوم الأربعاء فتعم الأمطار مناطق مختلفة وواسعة من المملكة، وحتى أن هناك فرصة للأمطار من جديد على السواحل الغربية من المملكة، ربما تشمل بذلك أيضا مدينة جدة، ولكن هذه الأمطار تمتد أيضا إلى المناطق الجنوبية المناطق الوسطى بالإضافة للمناطق الشمالية والشمالية الشرقية من المملكة، وتكون هذه الهطولات المطرية رعدية في بعض الأحيان وفي بعض المناطق، ولكن تفاصيل ذلك يكون عبر النشرات الأخرى وكلما اقتربت المدة. يوم الخميس تعم الأمطار المناطق الوسطى والشرقية، يتركز حزام الأمطار في هذه المناطق، يشمل العاصمة الرياض والدوادمي بالإضافة إلى المناطق الشرقية من المملكة، تستقر الأجواء في الأجزاء الشمالية والغربية من المملكة، وتخف حدة الأمطار فوق جبال جنوب غرب المملكة بمشيئة الله تعالى. وأخيرا يوم الجمعة لا تغيير كبير على الحالة الجوية، تبقى المناطق الوسطى من المملكة على موعد مع المزيد من الأمطار بمشيئة الله تعالى، ربما تكون أكثر شمالا وتصل إلى مناطق قريبة من القصيم وشمال الرياض وأيضا بعض الأجزاء الشرقية من المملكة. باختصار هذه النشرة الجوية الأسبوعية توضح لكم بأن الحالة الماطرة مستمرة ومتجددة على مراحل، وحتى يكون هناك تنبؤات جوية أكثر دقة ينصح بمتابعة النشرات الجوية بشكل يومي، لأن هناك متغيرات كبيرة في الأحوال الجوية تؤثر وتؤدي إلى تغير توقع رقعة الأمطار ومساحاتها وأماكن هطولها. بشكل عام ندعوكم للحذر من ارتياد الأودية والتواجد بها ومن المغامرة والمجاسفة في الدخول في السيول، ونسأل الله أن يجعلها هذه أمطار خير وبركة. دمتم بخير، إلى اللقاء.